حلقات هكى فما حلقات هكى وميمة ليلة ما عندهاش زهر كبير ياسر جملة مش جملة حل صندوقي خمسة بيجا صندوقي خمسة بيجا والله رسو ثمانية بنزرتي الوين وين نجي؟ 12 نابل وين؟ البنك تقترح عليك وانت ديلك ملك 6 ملايين نرفضوا 6 ملايين اسمعني برسمك طير له كيفه ورد حلقه مارقه على الاخر تعرف كيف تنجد حلقه مارقه على الاخر كان تحل زوز نادق زرق تقعد 15 و20 مليون براي فيسا اسمع خلينا نحلوهم فيسا فيسا اعطيني زوز نادق اي حلوهم مع بعض 12 نابل و11 تطور اي حضروا ريحكم درا نابل نحي ما تحلش نحي شمع نابل نحي شمع وما تحلش 12 ومليك في الاخر وتطوير نحي شمع وما تحلش باهي كان نحلو زوز نادق زرق نجمو نحتفلوا ب 15 مليون هكا ولا لا؟ ها؟ اي مع بعض نبل نبل تطاوي قبل ما نقول لك ايش قالك البنكياج تصفيقة على سي محمد علي بن أحمد 37 سنة سائق حافلة بشركة خاصة من مورنيك ربحت مع ممثل ولاية جيبس صفقوا عليه 70 مليون معلم وين عندك صغيرات؟ إن شاء الله ربي سهل السين لا ما فهمت فما ولا ما فهميش إن شاء الله ربي سهل فتني إن شاء الله ربي سهل وصفقنا عليها يا فريق قالك لو كان تحب تنجم تبدل الصندوق هكا ولا لا فوق عينيه يا سيدي فماش فرق بعيد بين 15 و20 هكا ولا هكا سافا سافا اون توكا خرجت براس ثوم ديما خير من راس ثوم هكا ولا لا ها نجم نقولوا لاباس على خاطر تبدل فتحوا احنا مبروك المشاهد اللي ربح اكثر 20 مليون حلقه الكل I'm